استاذ محمد من غردقه يتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عامل ايه يا دكتور؟ بفضل ونعمه الحمد لله. انت الجو عندك عامل ايه؟ 100 100 يا دكتور. يلا اتفضل قول لي ايه الاخبار. ليه سؤالين عن معلش بمناسبه الجو، معه الجو عندك حلو ان شاء الله. وطينا التلفزيون شويه الله يكرمك. ماشي شفت. ماشي اتفضل يا حاج محمد. ليه سؤالين عند حضرتك يا دكتور. اتفضل. بس بسرعه يا حاج محمد لو تكرمت. ماشي انا طالع الحج السنه دي ان شاء الله. الله اكبر، ربنا يتقبل يا رب يا رب. فانا ينفع اغتسل في البيت ولما اروح المطار؟ ينفع اتوضى واصلي ركعتين وانوي بعمر التمتع واخد بالك يا دكتور، ولما اركب الطياره انوي تاني في الميقات بتاع الطياره انوي بنيه الاحرام من تاني؟ بص يا حاج محمد ما تتعبش نفسك وما تقعدش تزود على نفسك. هتغتسل في البيت وتحرم وبعدين ايه اللي حاصل؟ تغتسل في البيت وتحرم وتصلي الركعتين كمان في البيت، حلو كده؟ حلو. ولما يجي الراجل يقول لك في الميقات يبقى انوي في الميقات هناك في انوي في الميقات في الطياره وبس. تمام كده؟ طب شكرا يا حاج محمد، وان شاء الله يا حاج محمد ربنا يبارك لك ويحفظك ويوسع عليك ويجعلك ان شاء الله في خير حال، وإن شاء الله ربنا يجعلنا من أهل الفضل ويجعلنا إن شاء الله من المتقبلين يا رب العالمين. اجعلنا على الدوام في رضاك يا رب العالمين.